مين بكره يبقى مدرب بعد الكابتن ايهاب جلال؟ هو كابتن ايهاب جلال عشان برضه نبقى بشكل رسمي، حتى هذه اللحظه لم يعلن اقالته او استقالته. يا كريم بس ده ماشي وهو في الطياره كريم. يعني انا بس بحب اتكلم يعني بالشكل الرسمي. ده الواحد زعلان. امبارح زكي عبد الفتاح كنت في احد القنوات، دخل مداخله قال الكلمه فعلا ان اهانوا حسام البدري واهانوا ايهاب جلال، يعني بيهنوني انا، بيهنوا كل المدربين المصريين، دي اهانه ليهم. قال لي الناس دي كانت لازم تروح اتحاد الكره تقول لهم عيب اللي بتعملوه في المدرب المصري. حسام البدري اتشال بلا سبب، ايهاب جلال مسك امتى وهيمشي امتى، انا ماليش دعوه بقى هو غلط في الماتشات ما غلطش في الماتشات. يا كريم لما تقف على الخط وانت عارف ان انت ماشي وانت عارف ان عليك ضغوط جامده، ايهاب تصريحاته انا عارف ايهاب كويس وانا كنت من المدعمين انا وانت ليه قوي جدا. ايهاب تايه في الكلام لانه يا عيني الضغوط اللي عليه من الناس، تخيل انت قبل ما تمسك و70 80% مش عايزينك. دي مش سهله، بس هو هيحاول. للاسف ما لقاش الظهر وراه، كل اللي كانوا جايبينه مع اول قلم سابوه قالوا له لا ما عندناش الدولارات ظهرت هتظهر بكره ان شاء الله. هو يعني ايه اصلا اتحاد كره ما فيهوش فلوس؟ بالظبط. اتحاد كره مين؟ مصر. مش لا انا اقصد ليه، انا ليه بقول كده؟ لما يبقى الدوري كله والكره المصريه فيها فلوس وملايين رايحه جايه وتتحرك وانديه وده 100 مليون وده 50 مليون وده 60 مليون، ما ينفعش اتحاد الكره ما يبقاش. ازاي ما فيش؟ ما هو بياخد نسبه من كل لاعب بياخد بالزبط. ازاي ما فيش؟ الفلوس دي بتروح فين؟